تراجعت أرباح إسمنت الرياضي السعودية في عام 2021 بنسبة 4% لتصل إلى 212 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح بلغت 220 مليون ريال في 2020، بينما ارتفعت إيرادات الشركة في العام ذاته بنسبة 14% لتصل إلى 671 مليون ريال. ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف الزكاة. وحول نتائج إسمنت الرياض ينضم إلينا سيد شايل العايد الرئيس التنفيذي للشركة. أهلا بك معنا سيد شايل وشكرا على وجودك. لنبدأ بالحديث عن أسباب الارتفاع اللي حدث لديكم خلال هذه المرحلة بالمصاريف الإدارية والعمومية والذي بدوره كان مؤثر على نتائج الشركة والذي أدى إلى انخفاضها. ما هي أسباب هذه المصاريف؟ أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أخت ميسة والمشاهدين. فعلا التكاليف يمكن ارتفعت بحوالي 13 مليون، وهذا عائد لمدفوعات لجهات حكومية لم يكن لها مخصصات سابقة، لكن تم معالجتها وتقييدها في سجلات الشركة وستكون واضحة إن شاء الله في القوائم المالية، إضافة إلى أنه تم تكوين بعض الإدارات حسب الهيكلة الجديدة للشركة. هذه أدت إلى ارتفاع التكاليف بحوالي 13 مليون، لكن لو نظرت إلى الأرباح التشغيلية لوجدت أن الأرباح التشغيلية للشركة مرتفعة عن العام الماضي 2020. نعم أستاذ شعيل، يعني الشركة تعمل في نوعين من الإسمنت، الإسمنت الأبيض والإسمنت الأسود. خلال هذه المرحلة كيف كان حجم المبيعات لكلا النوعين لديكم، ومين اللي كان يعني أكثر طلبا خلال هذه المرحلة؟ بالتأكيد الشركة تعمل في مجال إنتاج الإسمنت الأسود والإسمنت الأبيض. طبعا الاسمنت الاسود له حصه الاسد، وصلت مبيعات الشركه خلال عام 2021 الى 3.5 مليون طن، وهذا يعني يمثل حوالي 7% من الحصه السوقيه، ويمثل تقريبا يعني بالنسبه للاسود. اما بالنسبه للابيض فبلغت مبيعات العام 2021 370 ألف طن، وهذا يمثل تقريبا 50% من الطلب المحلي. نعم، وبالنسبة للتصدير سيد شعيل، مين اللي كان أكثر تصديرا بالنسبة لكم خلال المرحلة الماضية؟ بالنسبة للتصدير بحكم موقعنا بعيد عن مواني المملكة فقد يكون من الصعب علينا تصدير الإسمنت الأبيض، لأنه الفرصة مهيئة للشركات القطاع الموجودة بالقرب من المواني. أما الإسمنت الأبيض فنحن نعمل على تصديره حاليا لبعض الدول العربية والدول الأفريقية، ونعمل جاهدين للتمدد في السوق الهندي بإذن الله تعالى. نعم، يعني قديش حجم التصدير اللي عم بيكون بالوقت الحالي لبعض الدول، بما أنه عم تتحدث على أسواق مجاورة أستاذ شعيل، وقديش مستهدفين يمكن للسوق الهندية كعمليات تصدير؟ والله هي الكميات، بالنسبة كميات الأبيض سواء كان الاستهلاك المحلي أو التصدير حتكون قليلة، يعني بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف على أكبر حجم. فنحن يعني نتوقع بإذن الله أن نكون قادرين على تصدير في حدود 100 ألف طن سواء كان للدول المجاورة أو للسوق الهندي بإذن الله. هذا حيتطلب زيادة القدرة الإنتاجية للشركة أستاذ شعيل، أم من القدرة الإنتاجية الحالية سيتم التصدير؟ لا، من القدرة الحالية ما يحتاج، الحمد لله عندنا إمكانية
أن ننتج في حدود المليون طن سنويا، وهذا حجم كبير جدا، لكننا حاليا ننتج فقط حسب احتياج السوق المحلي وحسب حاجة التصدير. نعم. فقدرة الشركة على يعني الانتاج بأكبر من الاحتياج السوق المحلي بشكل كامل، إضافة إلى بعض التصدير موجودة. نعم. قد ايه رح تستفيدوا من عودة ارتفاع أسعار الطن أستاذ شايل؟ يعني احنا يمكن شفنا بأزمة كورونا كان في هبوط بالنسبة للأسعار بحكم قلة الطلب، يعني الآن عودة الأسعار من جديد للارتفاع، قد ايه بنتوقع انه يعني تستفيد الشركة منها؟ ولا شك انه الشركة حتستفيد من عودة الأسعار إلى طبيعتها، ويعني الوضع متروك حسب العرض والطلب. يعني بالنسبة لنا نتوقع إن شاء الله أن تكون نتائج إيجابية جيدة بالنسبة للشركة خلال عام 2022 إذا ما استقرت الأسعار على ما هي عليه حاليا. وبالنسبة إلى خطة التحول، أنتم مدرجون الآن بسوق نمو سيد الشعيل، هل في خطط لعملية الانتقال للسوق الرئيسي باتت قريبة بالنسبة لإسمنت الرياض؟ نعم، الشركة أدرجت في بداية سبتمبر 2020 كأول إدراج مباشر في السوق الموازي، والحمد لله عدينا الآن حوالي سنة ونصف، وبقي علينا حوالي 6 أشهر، وبعدها بإذن الله سننتقل إلى السوق الرئيسي. حنعمل مع هيئة سوق المال لاستكمال متطلباتهم خلال هالفترة قبل سبتمبر بإذن الله، وإن شاء الله خلال سبتمبر أو بالكثير قبل نهاية هذا العام سندرج في السوق الرئيسي بإذن الله تعالى. نشكرك سيد شعيل العايد الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.